كيف نفرق بين البدعة والحسنة وبين البدعة السيئة؟ أنا تكلمت في خطبة جمعة كاملة بالتفصيل في هذا، لكن باختصار شديد أود أن أقول بأن ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة. البدعة ابتداء، تعريف البدعة، البدعة لغة كل أمر مبتدع جديد. قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت جديدا على قافلة الرسل والأنبياء، بل أنا واحد منهم أحمل نفس المنهج الذي أتوا به من عند الله جل وعلا. الله بديع السماوات والأرض، قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. هذا هو الإبداع. والبدعة شرعا هي كل أمر محدث في الدين، هي كل أمر محدث في الدين، في الدين وليس في الدنيا، عشان ما تقوليش الفضائية بدعة، وما تقوليش الميكروفون اللي بيخطب فيه الخطيب يوم الجمعة بدعة، وما تقوليش المروحة اللي فوق المسجد بدعة، لأن النبي ما كانش في مسجده مراوح، وما كانش في مسجده ميكروفون، وما كانش في المسجد مفروش مكت. لا، البدعة كل أمر محدث في الدين. تقوليش السيارة بدعة، ما تقوليش الطيارة بدعة، ما تقوليش ان انا اروح اعمل اشعة بالليزر بدعة، لا ده انا لازم اعمل حجامة، لا هذا لا يليق ابدا، هذا لا يليق، هذا لا يجوز. فالبدعة كل امر محدث في الدين، في الدين. طيب اما ايه بقى البدعة الحسنة؟ ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة يا مولانا. ازاي بس؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب قال كده، قال ان كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، فنعمة البدعة هذا. عمر هو، انتوا بتقولوا عمر ده الذي اجرى الله الحق على لسانه وقلبه، والحديث صحيح ولا لا؟ اه صحيح. يعني انت بتقر ان عمر رضي الله عنه قال هذا؟ نعم نقره، حديث البخاري. طيب ردك، خلي بالك عشان ما يعني ما نخلطش الاوراق. اولا عمر رضي الله عنه حين قال ان كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذا، يتكلم عن جمع الصحابة رضي الله عنهم على إمام واحد، على أبي بن كعب في صلاة التراويح. خلي بالكم إخواني وأخواتي، يتكلم عمر عن جمع الصحابة في جامع رسول خلف إمام واحد، خلف أبي بن كعب في صلاة التراويح. عمر رضي الله عنه خرج المسجد النبوي فوجد صلاة التراويح جماعات جماعات جماعات، كل مجموعة وراء إمام، كل مجموعة وراء إمام، فقال ماذا لو جمعنا هؤلاء جميعا خلف إمام واحد؟ فجمعهم خلف أبي بن كعب، وخرج في الليلة التالية فوجد الناس جميعا يصلون خلف إمام واحد، فقال نعمة البدعة هذا. فاستدل البعض بهذه اللفظة على أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا خطأ لغة واصطلاح، وهذا خطأ لغة واصطلاح. البدعة التي ذكرها عمر رضي الله عنه أو هذه اللفظة، هذا من النوع الأول من نوع البدعة اللغوية، خلي بالك من نوع البدعة اللغوية وليس من البدع الشرعية. ما فيش إطلاقا بدعة شرعية يقال لها بدعة حسنة إطلاقا، كيف وهي ابتداع في دين الله تبارك وتعالى، مع أن فعل عمر رضي الله عنه له أصل في الشرع، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جميعا خلفه وصلى بهم التراويح في رمضان ليلة وليلة وليلة وليلة، وفي الليلة الخامسة على الصحيح امتلأ المسجد وضج المسجد بالصحابة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يخرج إليهم رسول الله، وظل الصحابة ينتظرونه حتى الصباح، فخرج إليهم بأبي وأمي وروحي في صلاة الفجر وقال لهم ما خفي علي مكانكم، أنا عارف أن أنتم جالسين في المسجد ومنتظرين، طب ما خرجتش لي يا رسول الله؟ قال ولكني خشيت أن أخرج إليكم، ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا عن القيام بها. الله، شايف الرحمة؟ طيب اللي أنا عاوزه إيه؟ اللي أنا عاوزه أنه صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة جميعا وصلى بهم إماما في صلاة التراويح، يبقى فعل عمر له أصل في السنة. طيب خذ التالتة،
حتى ولو لم يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة خلفه في صلاة التراويح وبدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الفعل، يصبح فعل عمر سنة بأمر النبي لنا أن نتبعه. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فحتى لو لم يفعل رسول الله هذا وابتدأ عمر بن الخطاب فعل هذا وجمع الصحابة خلف إمام واحد خلف أبي بن كعب، يصبح فعل عمر رضي الله عنه سنة بالنسبة للأمة بأمر رسول الله لنا أن نتبع سنة الخلفاء الراشدين، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الخلفاء رضي الله عنهم جميعا. طيب، عندنا كمان شبهة أخرى يا مولانا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا أيضا الحديث صحيح في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو يفهم أيضا فهما خاطئا. إيه القصة؟ القصة أن قوما مجتابي النمار يعبسون ثيابا خشنة ممزقة تظهر عليهم آثار الفقر المدقع، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، فتمعر النبي لهم وتألم النبي لفقرهم وحالهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأتوا لهم بكساء وطعام وشراب، وحث الصحابة على الصدقة، فقام الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون، منهم من جاء بالكساء ومنهم من جاء بالتمر ومنهم من جاء بالبر ومنهم، حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومة كبيرة من الطعام والتمر والخبز والكساء، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر، فتهلل وجهه ثم قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه الصدقات لها أصل في الدين، ليس ابتداعا، ليس جمع الصحابة لهذه الصدقات ابتداعا في الدين، بل هو أمر رباني وأمر نبوي. ثم المراد بمن سن في الإسلام أي هذا الذي بدأ وجاء بهذا الفضل وقام ليقلده الصحابة وليتبعوه، هذا له أجر كل من ساهم بعد ذلك في هذه الصدقة، له أجرها وأجر من عمل بها. فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحياها، كانت مهجورة فأحياها، كانت موجودة وتركها الناس فذكر الناس بها. لو أن رجلا في قرية من القرى أحيا سنة العقيقة ثم جاء بعد ذلك كل من رزق بمولود وأعد العقيقة لولده أو لابنته، هذا الرجل الأول الذي أحيا هذه السنة وهي سنة موجودة لكنه أحياها بعدما هجرت، له أجرها وأجر من أقام سنة العقيقة بعد ذلك في هذا المكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو المراد أيها الأفاضل، وأرجو ألا تختلط بين أيدينا الأوراق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصواب، وأرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة على كل الجزئيات التي في ذهن أختنا الفاضلة.